بلاش تسجيل. المحاضرة الماضية خلصنا اللي هي سي سي اف. قبل ما نبلش اللي درس المادة في اي اسئلة على اللي هي سي سي اف؟ اي استفسارات؟ اوكي طيب هسه بدنا نروح لا اللي هي الاو سي اف اللي هي الاوبزرفابيلتي كنترولر الكانونيكال فور. بالتالي يا نشام في البدايات بنستخدم نفس الجنرال بروسيجر. في البدايات نفس الجنرال بروسيجر اللي حكينا عنها هاي كومون للسي سي اف والاو سي اف. بالتالي اللي هي الستبس انه بنضرب وي ملتبلاي وذ ذا باور اوف اس تو ذا 4 ماينس ان. اوكي وبالتالي لحد هون هاي نفس الكاركترستيك نفس اللي هي الفورم تبع الكلوز لوب ترانسفير فانكشن تبع مين؟ تبع السي سي اف ونفسه تبع اللي هو عباره عن اللي هو الاو سي اف. طيب هسه بنبلش من هون. احنا حكينا في السي سي اف مش قلنا سنجل برانش بيطلع من مين؟ من الانبوت وبنحقق اول شيء مين؟ الانتجريتر جينز وبعدين اللي هي الكونستانت جينز الاي ولا البي اي او جي. اوكي هون لا لاحظ هون بقول لك قديش بيطلع من اليو؟ بيطلع مالتيبل برانشز. بالتالي هون بدنا نحقق مين بالبدايه؟ الجين. بنحقق الكونستانت جين وبعدين بنهدي وايش؟ وبناخذ بالطريق مين؟ الانتجريترز. وضحت؟ هاي اذني وهاي اذني ما هن عن زادك اجحا يا ما بتبلش بهاي يا ما بتبلش بهاي. بالتالي انزل للفيجر هاي هاي لا هاي تبعت شو اسمه والله بس اسمها سي سي اف بس هاي هون عايدين لك اياها حتى ما تضلك تقلب رايح جاي بين من ومن بين سي سي اف بين صفحه قبل صفحات ثلاثه اربعه وبين هاي حطينا لك اياهن كلياتهن. هذا المبدا اللي كنا نطلع في سنجل برانش وذ يونيتي جين بعدين حق الانتجريترز بعدين نطير بالكونستانت جين. هون لا انزل هون يا نشام هاي من اليو بنحقق في البدايه الكونستانت جينز للفورورد باث. بحكي هاي الكونستانت جين اول واحد اللي هو هذا الطيران اكبر رحله اللي هي البي ان ماينس 1. لاحظ هاي اذا بترجع على التيبل اللي عندك او على الايكويشن قبل شوي حكينا عنها فيها سنجل انتجريتر صح؟ هاي بالتالي اجينا طرنا من هون اخذنا الجين تبعنا في البدايه وبعدين ايش؟ عملنا لاندنج ومرينا بسنجل انتجريتر حتى نصل لمين؟ للوان. طيب اللي بعديها هاي بي ان ماينس 2 هذا الجين في البدايه وبعدين مرينا بايش؟ بي 1 2 انتجريترز. اوكي الشغله الثالثه اخر شيء اوكي اللي هو بده يكون ايش؟ البي نوت. هذا البي نوت طلع من هون اللي هو الستريت لاين طلع بي نوت وبعدين ايش؟ اخذ كل الانتجريترز بطريقه وبعدين ايش؟ وبعدين عمل الاوتبوت. لاحظ هون في عندي يونيتي جين يعني وصلنا لاكس ان هون وبعديها يونيتي جين. هذا الحكي شقلوب اللي اخذناه هنا هناك كنا ناخذ من اليو كونستانت جين وبعدين ايش؟ نطلع ب اللي هي ايش يا نشامة؟ نطلع اللي هي اللهم صل على محمد ب الاوتبوت يكون سمينج كنا ناخذ اليونيتي جين بينما هون لاحظ اليونيتي جين وين بيكون؟ باتجاه الاوتبوت. بالتالي هذا بخصوص مين؟ الفورورد باس. بخصوص اللي هي اللوبس، اللوبس هناك اللي بتطلع فوق كانت وين موجوده بتبلش؟ تطلع فوق على الفيجر. هي كانت بتبلش من مين؟ من اكس ان دوت. اوكي يا نشامه؟ ونمر ناخذ الانتجريترز وبعدين ايش؟ نرجع بالجيم. هون خلينا نشوف. هون يا نشامه لا بتبلش باكس ان. اوكي بتبلش باكس ان، هسا راح نيجي على التفاصيل الثانيه. وبعدين بتجيب اللي هي بتبلش بالاكس ان بتاخذ اول شيء الجين وبعدين بترجع تكمل اللوب بالانتجريترز. وضحت؟ بالتالي هون يا نشامه اذا بتشوفوا لي في ديفرنسز بدنا نناقشها. لاحظ كل انتجريتر هون كل انتجريتر دكتور هسه هون اليو بتكون برضه سامينج وانبوت دقيقة شوي بس هاي اس ماينس 1 اس ماينس 1 هون عبارة عن اس بالفور ماينس 1 هناك في السي سي اف كان كل الانتجريترز ورا بعض
اطلع الفيجر الفوقاني كان كل الانتجريترز جات فوق بعض هاي ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 اوكي. بينما هون لا كل انتجريتر بناخذه لحاله وبنربط بين كل انتجريتر واللي بعديه بيونيتي برانش جيم لحد ما نصل لمين لاخر واحد. بناء عليه احنا يوم حددنا النمبر اوف نودز في المحاضره السابقه لمين للسي سي اف حكينا في عندنا تو سيناريوز ان بلس 3 وان بلس 4. بالتالي هناك يوم حددنا الان بلس 1 اذا متذكرين كان النمبر ايش اللي هي انتجريترز اللي عندي عشانه بين ان انتجريترز بده يكون عندي ان بلس 1 نود. طيب هون هل سيميلر سيناريو؟ لا عشان في عندي ان انتجريترز وكل انتجريتر له انبوت والاوتبوت وبالتالي هل عنده تو نود معناته قديش بيطلع النودز نتيجه الانتجريترز تو ان ولا لا بيطلع عندي تو ان نتيجه مين الانتجريتر الانتجريترز وهذول اليونيتي برانشز لا عندنا الصد ولا الرد عشان اصلا مواصلات بين نودز اوريدي انا حطيتها بضل عندي مين الانبوت والاوتبوت ضل عندي الانبوت وايش والاوتبوت بالتالي قديش بده يطلع معي عشان ما انزل تحت بلس 2 هاي بده يطلع عندي التوتال نمبر اوف نودز بالحاله هاي 2n بلس 2 واضح ليش 2n بلس 2 شنو كل انتجريتر بيجي لحاله مش هذول الاثنين كانت عباره عن في المحاضره السابقه هذا يكون وين هون بدون اليونيتي برانش جيت اوكي يا نشامه. بالتالي هسه التسميه كنا في المحاضره السابقه اطلع فوق نبلش وين بيكس 1 من مين من الرايت ونرجع رجوع لاكس ان صح انزل تحت هون مبلشين وين من الرايت اكس ان وبنرجع باتجاه اخر شيء هون اكس 1 واللي وراها ايش اكس ان دوت وضحت يا نشامه. بالتالي هاي الفروقات الاساسيه وخلينا نشوف شو شيء ما ناقشناه وين الحكي اللي فوق اوكي ممكن بس عندنا هاي بس ما في جاتها ال 2n بلس 2 اوكي. انا عندي مش كل انتجريتر له انبوت نود اوتبوت نود معناته انا عندي ان انتجريترز معناته كم انتجريتر توتال كم النود للانتجريترز لحاله 2n مش 2n 2n انا عندي ان انتجريترز كل انتجريتر له اثنين معناته 2n وبضيف له الانبوت نود والاوتبوت نود معناته شو صفه اللي هي 2n بلس 2 وضحت. طيب خلينا نشوف الخطوات. بقول لك عندي مالتيبل برانشز بعدين يطلع من وين من الانبوت نود واللي هي اليو وحتى يوصل لمين للواحد. هاي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه الفورورد باث جينز بيعمل ان باي باس لمين للانتجريتر في البدايه وبعدين يعني بمعنى اخر باخذ ايش باخذ الجين في البدايه وبعدين بدخل على الانتجريترز وبشبك مع مين مع اللي هي الاوتبوت نود. بالتالي في البدايه الجيت وبعدين مين بعدين اللي هي الانتجريترز على عكس هذه. طيب الملاحظه الثالثه الستيت فاريبلز وين بيكون على الاوتبوت اوف انتجريترز النمبرنج تبعهم منين بيكون اكس 1 بالليفت هاند سايد لغايه مين اكس ان هل هو عكس اوكي. طيب الملاحظه الرابعه اول انديفيدجوال لوبس منين بتبلش من اكس ان انزل تحت تحت ايوه اول انديفيدجوال لوبس ببلش منين من هون. طيب خليك يعني يطلع فوق على اساس بس نغطي كل الملاحظات اوكي. وهون في عندي بين كل انتجريتر والانتجريتر اللي بعديه شو مالها في عندي يونيتي برانش جينز والاوتبوت اوف ايتش انتجريتر شو بكون هو ستيت فاريبل والانبوت تبع الانتجريتر هو الستيت فاريبل شو مالها ديفرنشيال هذا كله متفقين عليه ولا لا يا نشامه؟ طيب والتوتال نمبر اوف نودز زي ما حكينا عندنا ان انتجريترز معناته بيلزمهم ايش؟ 2n نودز والانبوت والاوتبوت بيطلع عن 2n ايش؟ اللي هي بلس 2 هذا عباره عن بالتالي النمبر اوف نودز هون اكبر من النمبر اوف نودز وين؟ بالسي سي اللي هي بالسي سي اف. اوكي خلينا ننزل تفضل هسا باللي قبله كان عندنا يا ان بلس 3 او ان بلس 4 بس انا بظبط برضو عند اليو اطلع يونيتي جين واخليها مثلا هذا عباره عن اوريدي جاي بحكي عن اليو لا اليو ما بنتعامل فيها لا اليو هي عباره عن بس بتطلع منها ايش؟
بيطلع منها اوت جوينج برانشز. ثاني هون ما في داعي، انا بهمني ايش؟ بهمني هذا اللي عباره عن في عليه غبار، هذا ما في داعي اطلع منه يونت برانش جين اوكي وبعدين تاخذ منه اتس وي دو نوت ابلاي ذس. انا بهمني بس على الاوتبوت انه يكون منفرد لحاله حتى يبين انه اوتبوت نود يعني ات كونتينز اونلي ريسيفينج نودز اوكي. طيب انزل تحت. طيب النقطه السادسه، بعد ما رسمنا يا شامة ايش؟ بعد ما رسمنا الستيت ديجرام بناء على الخطوات اللي حكيناها، بالتالي عند النوميريتر تيرمز شو من الايكويشن قبل شوي، شو هن؟ الفورورد باث جينز، واللي تحت الدينومينيتر اللي وذين البراكت اللي هي الانديفيدوال لوبس. بس احنا قاعدين نتلاعب في اللوبس من حيث موقع البدايه اللي هي الاوريجينيتنج بوينت، ونتلاعب وين؟ في النوميريتر تيرمز، انه مين بالبدايه انا قبخه؟ هل هي الكونستانت جين ولا الانتجريترز جين؟ بالتالي هذا الفرق بين مين ومين؟ بين السي سي اف وايش؟ والاو سي اف. طيب تعالوا معي على الفكره، اطلع فوق، اكس 1 دوت شو يساوي؟ وين اكس 1 دوت؟ هيا شو جايها؟ جايها من اليو بي نوت، وجايها من ايش؟ جايها من اكس ان ماينس ايش؟ ماينس اي نوت، صح؟ طيب تفرج، هل هذا محل مكتوب عندك هون ولا لا؟ طيب اكس 2 دوت هيا شو جاي هنا شام؟ جايها من X1 يونيتي برانش ومن U B1 ومن ومن XN اللي ايش؟ ماينس A1، وبنظلنا ماشيين لغاية آخر واحدة XN دوت. شو جايها؟ جايها من ال U BN ماينس 1، وجايها من ال XN ماينس 1 يونيتي اوكي يا نشامة، وجايها من اكس ان ماينس هاي اللوب الصغير الجيل فيدباك تبعنا اللي هي ماينس اي ان ماينس 1 صح. وبالتالي انزل هذول كلهم الايكويشنز هي قدامنا اللي هي هذول بشكل اول بارت من الستيت سبيس ريبرزنتيشن، شو سميناها؟ الستيت ديفرنشال ايكويشن اللي هي اكس دوت از ايكوال تو اي اكس بلس بي يو، واضح يا نشامة؟ طيب خلينا نيجي على اخر شيء، ارجع ظل عندي الواي، الواي مش هاي يونيتي جين، معناته الواي هي نفسها ايش؟ هي نفسها الاكس ان. بالتالي بناء على ستيت ديجرام يا نشامه اشتقينا ايش؟ كل ستيت سبيس ريبرزنتيشن، بس هذا الفورم تبعنا انزل ولا تحت، هذا الفورم هل هو ايكويشن فورمات ولا ماتريكس؟ ايكويشن، بدنا نحوله لماتريكس فورمات. بالتالي اذا بنحوله لماتريكس فورمات اطلع بيطلع معاي هذا الفورميليشن تبعي، مش راح ادخل بالتفاصيل وهي بيبي وير اوكي؟ اوكي بس بيطلع هيك اللي هو هذا هو الفورم تبعي. طيب هسه يا نشام زي ما حكيت قبل شوي، اذا بنقارن بين الاي هون والاي هناك والبي هون والسي هناك والسي هون والبي هناك، اذا متذكرين على سبيل المثال البي هناك هل كانت كولوم وكلهن زيروز ما عدا اخر ايلمنت 1؟ طيب ما هو هذا عباره عن كلهن زيروز ما عدا ايش؟ اخر بس صار بدل الكولوم صار رو، معناته هل في ترانسبوز اوبريتر؟ وهون يا نشامه هاي لاحظ كان عندي هناك كل الابوف دايجونال يونيتيز والكوفيشنز تبعت الكاركترستيك كويشن وين مفرودات؟ على اخر رو، بالتالي هاي العلاقه بين الاي هون والاي هناك ترانسبوز، وبالتالي وبرضه البي كانت هاي نفسها مين؟ سي. اي ثينك في سموير حتى يصير هاي ايوه قاعدين بنقارن هيها عندك كل الامور مبين. لاحظ هاي عباره عن ترانسبوز لهاي او بدك تعكسها، هاي هي عباره عن مين؟ ترانسبوز تبع اللي فوق، وهاي البي عباره عن مين؟ هاي السي ترانسبوز للبي او العكس، وهاي البي انزل تحت هي عباره عن ترانسبوز للسي او العكس، والدي ظلت عباره عن ايش؟ زيرو. وزي ما حكينا في المحاضره الماضيه هاي الدي بتكون زيروز از لونج از ايش؟ ان النومريتر ليس ذان باي الدينومينيتر باي ات ليست 1 ومد في الحلال زيرو ليفل ديجري او زيرو ديجري، واذا كانت متساويات هاي بدها تكون هي عباره عن ايش؟ هو النمبر اللي هو البي ان سميناه اي ثينك في المحاضرات الماضيه اوكي نشامه. وبالتالي هاي بس بتبين عندي بعد ما نرسم الستيت ديجرام اذا كان في عندي ذي ار ايكوال ايش؟ اوردرز، ما علينا غير نضيف هوت كونكشن بين مين ومين؟
بين الانبوت والاوتبوت without any integrators. يعني بطل يصير دايناميك بالعلاقة هاي. اوكي نشامة؟ صار عبارة عن static. انا عندي gate بربط الانبوت مع الاوتبوت بس بما يخص اللي هي دي ماتريكس. اوكي انزل. وبناء على حكي هذا حكينا في المحاضرة الماضية اللي هو الاي هي عبارة عن اي ترانسبوز واللي هي بي سي ترانسبوز والسي عبارة عن بي ترانسبوز واخر شيء دي بتضل. اوكي طيب هسا هون ردينا حتى المعلومة تخش على مخك باذن الله 100%. عملنا لك كومباريزون بين مين ومين؟ بين السي سي اف والاو سي اف. بالتالي شو الفروقات اللي بتكون باللي هي الستيت دياجرام؟ اوكي بالستيت دياجرام شو الفرق بين السي سي اف 4 والاو سي اف؟ وبقول لك اول ملاحظه اللي هي الفورورد باث جينيريشن اللي هو مين الجين في البدايه للكونستانت جين بعدين الانتجريترز ولا بالشقلوب. هاي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه النود ات ويتش اللوب بتبلش وستارت ستارت اند اند. تاني كانت هناك عباره عن مين الليفت موست وهون صارت الرايت موست. طيب وبعدين النمبرنج بروسيجر لمين للستيت فاريبلز. هناك كنا نقول x1 وروح يسار x ان هون بالشقلوب. طيب شو ظل عندنا؟ هون في عندي زي ما حكيت قبل شوي في عندي بين كل انتجريتور واللي قبليه او اللي بعديه اذا كان في يونيتي برانش جينز. بينما هناك ما كان في كان كل الانتجريتور صافات طابور ورا بعض كل واحد يسلم الثاني بنفس النود. وضحت يا نشامه؟ وبالتالي هذول هن الفروقات الرئيسيه. وانزل تفضل. شوف طب شو الفائده من انا حطينا يونيتي برانش جين؟ ما هو هسه هاي عباره عن هي السبب اللي بتخلي تربط ايش زبطت معنا ايش اللي هي قلنا لك هاي كانونيكال فورمز حتى تزبط معاي العلاقه هاي. كل هذا الحكي والارينجمنت اللي حكيناها الفور ديفرنسز. اوكي انزل او اطلع فوق سري حتى يطلع معاي. انزل اطلع هون حتى يطلع معاي هذا الفورميشن. اوكي لو حطيناهن فوق بعض بيطلع نفس النوت صح. بالتالي بطلع عندي زي المحاضره الماضيه x1 دوت او x2 x1 دوت يساوي x2 هو نفس النوت. بالتالي بطلع تخبيص. وضحت ولا لا؟ فبالتالي هون يونت برانش جين اللي ضفناه سوى تو ديفرنت نودز. اوكي بينما في السابق كان يوم نرجع رجوع قلنا لك الانبوت للنود هو الديفرنشيشن تبع الاوت. بالتالي زبطت معنا هناك مباشره وكان الدريفيشن تبع السيت سبيس ريبرزنتيشن في سي سي اف اسهل. شو انه كل نود مربوط مع الديريفاتيف تبع النود القبلي. اوكي وبالتالي يا نشامه هاي عباره عن هي الاسباب حتى تزبط معاي كانونيكال فورم. وقلنا لك انت حر في المحاضره الماضيه تقدر تولد من هاي لارج نمبر اوف ستيت سبيس ريبرزنتيشنز وبكون حلك صح. بس احنا هون بندور على كانونيكال فورمز يعني ستاندرد فورمز. ستاندرد فورمز بدك تمشي ضمن البروسيجر اللي حكينا عنها حتى تكون وضعك تمام وما يصير فيه عباره عن بتولد نمبر اوف نودز وستيت دياجرام راندوملي وبالتالي تظل ضايع باثناء عمليه اللي هي الستيت سبيس ريبرزنتيشن اللي هي الجنريشن تبعها. اوكي انزل. طيب هسه بدنا نشوف يا نشام هذول بالذات اللي هي السنجل برانش جين هون وهذا هذا راح يمر معنا معظم الماده. اوكي بالتالي الفيجر هذا بيبين لي الستيت دياجرام تبع مين؟ تبع الفيرست اوردر هي كي اوفر اس بلس بي. اوكي اللي هي هون عندي ايش؟ اللي عندي فيرست اوردر بول اللي هي زيرو كونفيجريشن عندي هون بول ما عندي جين على مين؟ على اللي هو اللهم صل على محمد ما عندي سوري بول في البسط. اوكي يا نشامه وبالتالي هاي يوم نيجي نضربها زي اللي بصير حكينا عنها اسماء نص 1 واسماء نص 1 نعيد كتابتها بيطلع معي هذا الفورم. هذا الفورم عباره عن هاي رسم هاي باستخدام مين؟ السي سي اف. وهاي يا نشامه اذا كان في عندي ايش؟ في عندي بول مع زيرو بيطلع معي هذا هو الستيت دياجرام. ولا تنسى السي سي اف دائما بيطلع عندي من يونيتي من السوري من الانبوت بيطلع معي ايش؟ يونيتي جيت. هاي بس تتفرج بتشوف يونيتي جيت
واذا كنت شغال على ستاندرد فورمات دائما تفتي فيها على الانبوت يونيتي معناته ايش سي سي اف على الاوتبوت يونيتي معناته ايش او سي اف وبالتالي نشامه هاي عباره عن سمبليفيكيشن او هاي عباره عن ايكويشن كان فيها سنجل بول سنجل زيرو ستيل هي عباره عن فيرست اوردر اوكي وبالتالي طلعت معي عباره عن هاي هي الرسمه تبعتنا وهون في الجين هون عباره عن يونيتي والكونستانت جين طلع معي وين على الاوتبوت سواء هون او ايش او اللي هي موجوده معنا هون اوكي نشامه بالتالي هاي الستيت ديجرام لا اللي هي يوم يكون عندي بول without any zeros with gain وهون بول and zero with gain اوكي طيب خلينا ننزل تحت ونشوف هذول الرسمات كيف بطلع من وين في حاله الاو سي اف هون في الاو سي اف هي الجين طلع وين هون وهون شو صار يونيتي بالتالي انا عكست اوكي ان شاء الله واذا بتلاحظ تقدر تجيب لي هاي واللي فوقيها اسوي بعض اوكي لاحظ هون يا نشامه انا مش عندي هون سنجل اللي هو ستيت فاريبل صح شو الاوردر تبع الكاركترستيك ايكويشن فيرست اوردر بالتالي اي هاف سنجل انتجريتر وبالتالي كونه فيرست اوردر سنجل انتجريتر هون لاحظ هاي لوب هاي لوب هل في اي فرق بالتسميات شنو يوم تاخذ من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار ما هي عن ذاتها كجحة واحدة صح بالتالي الفرق اللي هون هي لاحظ هاي هاي الانتجريتر واي ماينس بي هاي الانتجريتر واي ماينس بي بالتالي اللوب هون واللوب هون ذا سيم بس الفرق هذا الجين كي صار هون واليونيتي صار هون وبالتالي نشامه هاي عباره عن اللي هو الفرق اللي صار عندي اما عباره عن كونه عندي سنجل لوب ما افرقت وهاي نفس الشيء نشامه اذا كان عندي بول ان زيرو اوكي بالتالي هون بيكون عندي اليونيتي برانش جين اللي هو هاي هون اوكي وهاي الجين كي بتصير اللي هي عباره عن ايش بتصير اللي هي موجوده هون وبالتالي يا نشامه هاي عباره عن الرسمه تبعتنا بناء على مين بناء على اللي هي الاو سي اف طيب لو صادفنا اي ثينك موجوده تحت انزل اوكي لو صادفنا كاركترستيك كويشن سكند اوردر اوكي لاحظوا احنا كل الليميتيشنز اللي ناقشناها يوم كنا نحكي عن الروتس شو كنا نحكي؟ هي الروتس وذا اللي هي ديستينكت او ريبيت الريبيت شو حكينا عنها؟ اوكي نشامة هاي راح نعالجها في حاله الريبيت نعالجها ب اللي هي اللهم صل على محمد في البارلل اوكي نشامة عشان هون انا ما بفرق معي بتعامل مع البولينوميال فورمات بس هاي حاله اذا واجهتك انه كان عندك الروس تبعت هاي الايكويشن شو مالهم كومبلكس كونجوجيت ما بننزل لمستوى الفيرست اوردر ليفل ما بنوجد اس 1 واس 2 ونحط كومبلكس نمبرز نتعامل معها از ات از از كوادراتيك فورمولا هاي بالتالي بنرسم لها هون اللي هي السي سي اف بناء على كوادراتيك فورمولا مش راح ادخل بتفاصيلها كلها تكرار وهاي برضه كوادراتيك فورمولا يعني كومبلكس كونجوجيت اما لو كانت مش كومبلكس كونجوجيت بدك ترسمها ايش بدك ترسمها بناء على اللي هي اذا كان عندك مثلا ليتر ستيجز يوم يطلع عندك اللي هي في البارلل فورمات ما بتقسمها بدك تطلع التو روتس الريال حتى يكون شغلك صح بينما هون اذا كان كومبلكس كونجوجيت وهذا حكي له تطبيقات هاي وهاي تطبيقاتها في البارلل اوكي هون بنتعامل مع الكومبلكس كونجوجيت اذا كان الروتس اوكي نشامه از they are without splitting them into the complex number and its conjugate وهذا راح يبين معنا في البارالل configuration اوكي نشامة هاي عبارة عن مفيدة ان نفهمها حتى نشوف البارالل configuration كيف راح نتعامل معها في البارالل مش قلنا كل روت بدنا نفرده لحاله بالتالي في البارالل ما بنطلع الcomplex conjugate roots وبنفردها as a first order واحد والcomplex conjugate تبعه لا بنظلنا متعاملين معها بهذا الفورم يعني طلع عندك مثلا 5 روتس في عندك 3 ريال ديستينكت وواحد كومبلكس كونجوجيت الديستينكت ريال نتعامل معهم زي اللي فوق اطلع نتعامل معهم اذا كان مثلا زي هيك بدون ما يكون بالبسط شيء نتعامل معهم هاي للسي سي اف وهاي لمين للاو سي اف وبالتالي بضل بارلل لاينز ثلاثه بارلل اوكي او بارلل
اللي هي جيمز، واذا كان عندك الكوادراتيك اللي هي الكومبلكس كونجوجيت بتعامل معها زي ما هي تحت انزل اللي بناخذها يا اما هاي بناء على سي سي اف او هاي بناء على مين الاو سي اف، ما بنفرطها تو بارلل لاينز وذ كومبلكس كونجوجيت. شنو التعامل مع الكومبلكس كونجوجيت؟ بيكون ايش مور كومبلكس، بالتالي بتعامل معها از ا سكند اوردر سيستم زي ما هي، وبنحطها بارلل ل اللي هي الفيرست اوردر برانشز اللي هي السمبل رولز. اوكي يا شباب خلينا نشوف الاكزامبلز. اوكي هاي عباره عن اول اكزامبل، عندي الاوردر تبع الدينومينيتر ليس ذان سوري اكبر من النومينيتر او هذا اقل مقدار واحد، بالتالي تلقائيا يعني الدي شو مالها؟ زيرو. الدي راح تطلع معاي زيرو، وبقول لي هاي الترانسفير فانكشن حول لي اياها للسي سي اف، وبعدين حول لي اياها لمين؟ لا اللي هي الاو سي اف. انزل بالتالي لابد ما بالبدايه نتعامل معهم في عمليه اللي هي الماثيماتيكال بروسيجر، نضرب فوق تحت باس تو ذا باور ماينس 3 ونحصل على الستاندرد فورمولا اللي حكينا عنها في المحاضرات الماضيه. انزل هاي نحصل عليها. اوكي بالتالي هاي رسمه مين؟ السي سي اف. قلنا السي سي اف بتطلع يونت برانش، ولاحظوا عندك هاو ماني جينز هون عندك فورورد باث ثلاثه، وين هن الثلاثه؟ هذا واحد وهذا الثاني، وين الثالث؟ هذا الثالث اللي هو ماخذ الارض اللي عباره عن هذا اللي هو هذا الستريت فورورد بدون اي طعجه. اوكي مشان بدون اي برانش من فوق، بالتالي ذيس از 1 ذيس از 2 ذيس از 3 وهاو ماني لوبس؟ برضه ثلاث، هاي واحده هاي الثانيه وهاي الثالثه، وضحت يا مشان؟ بالتالي دايركت ابلكيشن حسب الرولز اللي ناقشناها قبل شوي. انزل انت لفوق. اوكي مش قلنا لك في عندك بناء على رولز حكيناها اس بلس 3 واس بلس 4، قلنا لك بوث اوف ذيم ذي ار فاليد. هاي والله انا جاي على بالي اطلع يونتي وفرده واسوي شيخ عرب اسوي، حاب يظل عباره عن ما تغلبش حالك ترسم نود جديد، بوث اوف ذيم ذي ار كوريكت. انا حكيت لكم في المحاضره الماضيه انه عباره عن كلاهما صحيح، بس انت بدك تعتمد اس بلس 3 ولا اس بلس 4 هاي بناء على اللي هي اجتهادك اذا لم يكن عندك اي ليميتيشن انا طالبك مثلا على اس بلس 4، بالتالي اتس كوركت. بس بدك تمد واحد وتخليه شيخ عرب مشيخ لابس العباءه وصار شو والله يحييه، بتحط له هون نود وبتطلع بيونيتي برانش جيت لا غبار، هاي صح وهي صح. اوكي انزل هسه من الستيت دياجرام هذا بدون دخول بالتفاصيل طلعنا مين؟ طلعنا الستيت سبيس ريبرزنتيشن. هاي عندي الاوردر تبع الكاركترستيك كويشن شو كان؟ ثيرد اوردر، بالتالي لازم يطلع معي هاو ماني ستيتس؟ 3 ستيت فاريبلز، بالتالي هون اكس دوت از ايكوال تو اي اكس بلس 1 بي يو. اوكي والواي يساوي سي في اكس، والدي زيرو قلنا لك عشانها اقل، وبالتالي هذا عباره عن ما بنزل عليك وحي، هذا منين تطلعه؟ من الستيت دياجرام، من الستيت دياجرام. ولاحظ هل هاي الاي ماتريكس بالستاندرد سي سي اف فورمات اللي هي اللي فوق الدياجونال عباره عن يونيتيز، واللي تحت شو هن عباره عن ايش؟ الاوريجن الكوفيشنتس تبعت الكاركترستيك ويشن، والبي كلها زيروز ما عدا اخر اليمنت، وهاي شو بتكون؟ هاي عباره عن اللي هي بتكون اللي هي منين جاي هاي نشامه؟ من الكوفيشنس تبعات اي كوفيشنس اطلع فوق 5 1 2 منين يجي اللي هي تبعات الفورورد باث، تبعات الفورورد باث اللي هي جينز. اوكي انزل هاي تبعت مين؟ تبعت السي سي اف. طيب خلينا نشوف هاي دائما انا بكل اكزامبلز بحطها احنا اشتقينا وتعبنا عندك احتمالات الوهرفه وين؟ يا بالستيت دياجرام يا بالستيت دياجرام دبساتك مية، أو بالديريفيشن تبع مين؟ الستيت سبيس من الستيت دياجرام عندك، أو كلاهما زي ما حكى زميلي واحد منكم في المحاضرات الماضية، يعني هذا قربة مخزوقة ثنائية الأبعاد اللي عبارة عن ايش؟ اللي مهرف هون ومهرف هون، إلا بحالة رضا من الطراز الأول إنه يكون الخطأ اللي سواه بالديريفيشن رجع فيه رجع فيه الخطا اللي سواه وين؟ في الستيت دياجرام، وبالنهايه طلعت رمي العميان طابات طلعت عباره عن الاصل. هاي احتماليتها تبع مثل امل باسم الجنه ترى انه يكون اخطا
في الستيت دياجرام وبعدين يعني سترها واشتق مره ثانيه خطا والخطا طلع ايش؟ خطا خطا زي نيجاتيف ونيجاتيف بيطلع بوزيتيف، وبالتالي هاي عباره عن امل ليس بالجنه، هاي عباره عن ما في احتمال، يعني ابروتش زيرو. اوكي يا شامه؟ فبالتالي خلينا نشوف احنا عندنا هون اي بي سي دي، بالتالي بدنا نستخدم هاي الفورمولا تبعتنا حتى نتاكد من الفاليديشن بروسيس انه هل راح نرجع للترانسفير فانكشن؟ يس اور نو. رجعنا شغلنا تمام، ما رجعنا معناته بدك ترجع وتشوف وين الحل الخبيث اللي عباره عن ورطك، وين ورطك في الانكوركتنس او الانكوركتنس اوف ذا سوليوشن. بالتالي هيها ولاحظ هون ما زدنا لهاش ايش؟ الدي ليش؟ زيرو. الدي زيرو، بالتالي انزل هينا يجينا حليناها وسويناها. وديروا بالكم بالتاسكس تبعاتكم اللي دائما بعطيك اياهم، في ناس بيجي بسوي لي هاي الحركه بدون ما يعطيني التفاصيل. هاي الماتريكس لازم تطلع لي اياها، اذا بتكون هاي الماتريكس مش موجوده بالبروجكتس تبعاتك بعطيك زيرو على التاسك هذا. شنو بكون عباره عن ما عليه غير حط الفورمولا، انا بتتاكد انك ضربت وطرحت وهاي الفاينل فورمولا طلعت معك. اما في ناس بيجي بيقول لي هاي زي هيك، بيقول لي الانفيرس اوكي واللي تساوي الانفيرس، وبعدين بنط وين؟ بنط هون. هاي النط ما بزبط، بدي انا بقى اشوف التحاليل بالتفصيل، بدي اشوف هاي 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 تقر عيني بها اوكي، ها بدي تطلع لي اياها اوكي نشامه من غيرها شغل تخبيص، بالذات اللي هي للانفيرس. طيب بعدين نيجي بنضربهن وبطلع معاي نفسها. بالتالي لا تتذاكى علي نط لي من هون وانك حاط لي جواب هذا او حاط لي الانفيرس زي هاي، بدك تطلع لي الانفيرس ان ديتيلز. الانفيرس ان ديتيلز كان 3 ب 3 4 ب 4 5 ب 5 الله يحييك، اكثر من 5 بجيش. السيستم سايز الماكسيموم قديش تبعه؟ 5. وبالتالي بدي تطلع لي هاي منبه عليكم من هسه، اي واحد بنط من هون وبعدين يعني بهاي الفورمولا هاي نفسها هاي عباره عن هون بدون ما يحسب لي هاي الانترميديت ستيب ويحسب لي هاي الماتريكس الجراره، عاده الضلعات كبيره الشباب كانوا يسموا لي اياها مثلا بي 1 بي 2 بي 3، يعني يعطوها رموز وبعدين يكتب لي شو كل واحد اذا بتسع اشعار الصفحه. اوكي نشامه؟ بالتالي لا تنط من هون لهون من قاع القنبله ثانيه، بدك تعطيني هاي الماتريكس. بالتالي هل هذا نفسه اللي بلشنا فيه؟ مش داري، هو مكتوب عندك هون انه نفس اللي بلشنا فيه؟ اكيد اتس ذا سيم. وهي عباره عن ايش؟ تاكدنا من خلال الماتلاب، اعطيناه الاي بي سي دي وحسبنا الترانسفير فانكشن اوكي نشامه، وطلع عباره عن ايش؟ نفس الترانسفير فانكشن اللي ايش؟ الاصلي. سامع صوتك؟ بنتناقش بهاي طيب بتناقش معي عن مشروعه؟ ما هو دكتور السيستم ممكن ما يكونش انفيدر، فبنرجع لانه قضيه الايرورز انه في يكون هاي راح تجينا، طور روحك طور روحك راح تجينا نشوف. مش قلنا لكم يوم في المحاضره مش الماضي اللي قبليها، مش في عندنا احنا 3 فورمز جنرال المين فورم، في عندنا الدايركت، في عندنا ايش؟ البارالل، في عندنا الكاسكيدد. ناقشنا هذا الحكي وقلنا لك which is the most accurate الدايركت. ليش؟ فيها اي كالكوليشن انترميديت؟ لا، بتطبق على ستاندرد فورمات اللي هو الدايركت بولينوميالز، بالتالي ما فيهاش اي ايرور. ومين اكبر ايرور؟ البارالل. هناك البارالل شنو؟ بدك تعمل فاكتورايزيشن لمين؟ للدينومينيتر، هاي اول ستيب. والستيب الثاني بدك تطلع على الريزيديوز، والريزيديوز احتمال يطلع معك ايش؟ الريشنال نمبر. تكرين الريشنال نمبر هذا يوم تيجي تعمل له ليميتيشن باي 8 ديجيتس، هل انت قصيت منه؟ هل طلع معك ايرورز؟ يوم تيجي تحسب الكلوز لوب راح نشوفه بعد شويه، راح يطلع معك في ايرورز. يعني ال1 مثلا على سبيل المثال، هاي ال2 ممكن تطلع معك 1.99 اوكي. بس في ناس مثلا الزيرو بكون 10 to the power minus 6 بالبروجكت اللي بسموني اياها، ما بيجي بيفهم انه هاي لازم يكنسلها هاي راوند اوف ايرور، اكتب ليها 10 تو ذا باور ماينس 6. وضحت؟ بالتالي بعض المرات في شيء اصل انه يكون اللوجيك تبعك شغال، ممكن تيجي تكتبها بعدين تعيد كومنت تبعاتك تعطيني الزبد تقول هاي عباره عن راوند اوف ايرور، وبالتالي وي كان ري رايت ات افتر نيجلكتنج ذس راوند اوف ايرور، بالذات على الزيروز يوم يكون عندك زيرو
انه مش تكتب لي 10 باور ماينس 6 ولا ماينس 11 ما ينبين ماينس 6 ماينس 11 بده يكون راوند اوف ايرورز تال اصلا تعلق لي وتقول وضع تمام بس هون هاي كلياتها وضعها تمام بس رح نشوف يوم نستخدم البارشل سوري البارل فورمات سواء الدي سي اف او الجي سي اف رح يطلع معاك راوند اوف ايرورز وهذا رح نجيه بالتفصيل انزل هاي خلصنا مين سي سي اف سي بروح للمحترم مين او سي اف هاي نفس الترانسفير فانكشن هاي نفس البروسيجر وانزل بعدين رسمنا مين الستيت دياجرام وانسى اتذكر كل الملاحظات تبعت لو مين الستيت دياجرام طلعنا مين الستيت سبيس والهاي ترانسبوز هاي ترانسبوز ولا لا وهاي ترانسبوز واضح نشامة وبعدين بيجينا عملنا فاليديشن للكونسبت اوكي وهاي يعني بعيد مره ثانيه وثالثه وعاشره كل التاس بدي تطلعوا لي اياها لو كانت خمسة بخمسة وكل تير منها بولينوميال بدي تطلعوا لي اياها لا تتذاكى علي وتقول لي والله يساوي هاي ونحط لي هاي انت بدي اشوف بعيوني سهل سهل ها سهل بقول لا في كثير بالفصل الماضي اي ثينك اثنين او ثلاثه من المجموعات بس اللي كانوا يعطون التفاصيل هذولك كنت اقول لهم ماينس 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 اوكي اللي بالذات وبنط من قاع القفه لدانا ما في عندي نط من قاع القفه لدانا بدك تمر تنزل تطلع من من الواد للجبل بدك تفرجيني الباث تبعك اما تيجي عباره عن وانك تقول لي والله انا هاي صوره إلي وانا ايش وانا بالواد وبعدين عقمت الجبل صور لي حالك صوره ثانيه انا بدي وانت بتتسلق انا بدي وانت بتتسلق عباره عن تخلي واحد يفقعك صوره وانت ماسك الحبل وقاعد تطلع الجبل واكثر من صوره حتى اتاكد انك ايش انه مش واحد حملك هليكوبتر ولا ابصر شو ولا سياره اللي فيها عباره عن باث ثانيه وانه حاميتك من هون وطلعتك هون وجاي عباره عن تقول لي والله كنت هون وصرت هون انا بدي اتاكد انك عباره عن طلعتها من وراء عرق جبينك يعني ما وصلت هناك الا غير ماكل هواء معنى اخر وهاي كانت النشامه اثناء دوره الصاعقه اللي اخذناها بال 88 كنت لسه مش مولودين اوكي نشامة كان بمنطقة اسمها الجويرة بمعان اوكي نشامة كان خيمنا هناك مش داري قديش اسبوعين اوكي من ضمن كان فترة مسير ليلي كنا 50 كيلو مشيناها كنا هو من الجويرة لوادي اليتم ممكن اسمه وادي اليتم بالعقبة بس كان في هناك يوم بدهم يجازونا ضباط الصف طلعونا تل اعلى تل بالمنطقة كلها يقول لك شايف خطا بسيط بس يقول لك يلا فرجيني عرض كتافك وبس تصل على راس التله الشرلي الشرلي او يكون حاول ضابط صف هناك اللي يعطيه السيجنتشر اوكي انك وصلت اما شو مدرين انه عباره عن يمكن تغيب شويه تقعد تتريح واد يعني بمحل من هالجبل هذا وبعدين وين لانك نازل لا كان عباره عن بس تصل لفوق الشرلي واللي عباره عن اعمل اي سيجنال اي سيجنالينج طيب اوكي اللي اتاكد انك وصلت ما توصل فوق بعد نص ساعه ولا 45 دقيقه ولا نفسك ملقوط نفسك ملقوط على الاخر ساعتها تحرم منك ايش تعيد ايش اي خطا بدك تاكل هواء وانت ساعت اوكي نشامه بدقيقتين طيب انزل هاي عباره عن الماتلاب هذا كله انا بطلبكم اياه كلير ستيتمنت بالبروجكتس اللي مطلوبه بالتالي بدك تكون اي ثينك هون انزل ما انه فيش عليها ام بي سي مش راح اناقشها انزل ام بي سي لا وين مكتوب مش مكتوب ايوه معناته ايش دقيقتين وصلنا لمين لا الدي سي اف تبعت مين البرج طبعا انا ان شاء الله يوم اجي انط عن اي اكزامبل هذا الي هذا زي ما يكون عندك واحد عباره عن يجوز الشاعر ما لا يجوز لغيره اوكي انا بنط عن الاكزامبلز بس انت شو انت بدك تحرث هنا اقول ايديك يحترم وانت تخصم سيجنال فلو جرامز او ستين دياجرامز وتتاكد من الماتلاب وتطلع كل شيء حتى يكون وضعك تمام في البروجكت وفي ايش؟ في الامتحان في الامتحان باذن الله وبعد